ونيجي لتاني ميثود معانا في البريوريتيزيشن اللي هي الماني جيم، ودي بتلعب على حس الدفع عند الكاستمر. كده كده اي بني ادم في الدنيا مش بيحب يدفع كتير او بيحب يدفع في الحاجه اللي تستاهل، فبالتالي الاناليست بيوزع على الستيك هولدرز اللي موجودين، نديهم اماونت اوف ماني، لازم تكون الاماونت اوف ماني دي اقل من النمبر اوف بروجكت برودكت ريكويرمنت، وبالتالي كل ستيك هولدر بيفكر انا هصرف الفلوس بتاعتي في انهي ريكويرمنت، هحطها في انهي واحد، فبيبقى مركز قوي انا هدفع الفلوس دي فين، هحطها في انهي ريكويرمنت، بيبقى شايف الحاجة المهمة بالنسبة له أو الحاجة اللي هيحتاجها قوي هي اللي هدفع فيها، ممكن أدفع فيها زيادة شوية عشان تاخد بريوريتي أكتر من الباقي. بتبقى فيها تريك شوية إنك بتلعب على روح الصرف عند الكاستمر أو عند الستيك هولدر، اللي هو مش عامة مفيش حد بيحب يدفع مبالغ كتيرة، فبيركز قوي هو هيدفع كتير في إيه. ممكن انا عندي 2 requirements او 10 requirements بس عندي 2 بس المهمين بالنسبه لي، وانا معايا مثلا 100 دولار فهدفع 50 50، وبعدين باجي اشتغل شويه افكر شويه، طب ما في requirement دي هي مش مهمه قوي بس انا محتاجها برضو، فممكن اقسم الماني بتاعي. بعد شويه تفكير وشويه متابعه مع الستيك هولدرز بتوصل لمرحله ان فعلا انا دافع الفلوس اللي معايا او الدولارز اللي معايا او ايا كان الماني اللي معايا دافعهم في الحاجه اللي انا فعلا محتاجها. بعد ما نخلص كل ستيك هولدرز يخلصوا، الاناليست بيعمل بيعد كل ريكويرمنت اخذت فلوس قد ايه، وبياخد الافريج وبيشوف ايه هي الهايست فاليو، ودي بتبقى ليها الهاي بريوريتي لان دي كل الستيك هولدرز اجمعوا ان هي ليها فلوس اكتر او ليها بريوريتي اكتر عندهم، ليها اهميه اكتر عندهم. بعد ما بخلص بكتشف فعلا الريكويرمنت دي مهمه جدا لكل الستيك هولدرز اكوردنج تو الاماونت اوف ماني اللي اتدفعت فيه، فده بيخليني اقدر احدد ايه الريكويرمنتس اللي ليها هاي بريورتي، ايه الاقل ايه الاقل، ايه اللي مش مانداتوري اصلا، ايه البعيد، فبالتالي عرفت اقسم او افرق ما بين البريورتيز بتاعتهم، وفي نفس الوقت اتاكدت ان الكاستمر مش بيحط اي رقم وخلاص، لان انت هنا بتلعب على روح الدفع فبتبقى مختلفة شوية. فدي كده تاني ميثود معانا. تالت ميثود معانا هي النيوميريكال الاساينمنت تكنيك، هي الرانكينج البسيط العادي اللي احنا عارفينه. الميثود دي ستريت فورورد سكيل 1 لوست بريوريتي 5 هايست بريوريتي، فكل ستيك هولدر بياخد الريكويرمنت ويحط هي بالنسبة له 1 to 5 1 or 2 or 3 على حسب الـ priority، و according this feedback الـ analyst بيعمل average ويعرف أي each requirement إيه هي القيمة بتاعتها و prioritize according to this. دي بتبقى كويسة في حالة إن الـ stakeholders فاهمين معاك ومتجاوبين وليهم interest عالي جدا في الـ application أو في الـ product بتاعك، وبالتالي هو عارف البريوريتي اللي هتأثر ايه بالظبط او الريكويرمنت اللي هتأثر ايه بالظبط، فبيديها هاي بريوريتي، وايه الحاجات اللي مش مهمه او الحاجات اللي ممكن تتأخر شويه على حسب البارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها ويديها بريوريتي اقل. اقدر استخدم دي في حاله ان الستيك هولدرز فاهمين معايا كويس جدا، في حاله ان هم ليهم هاي انترست في البروجكت، فبالتالي مش هيبقى محتاج ان انا اضغط عليه بان هو هتصرف كام او هتعمل كام او اتعامل بالجزء دوت. فدي كده تاني تكنيك معانا، وهو سهل وبسيط بس ليه تريك ان انت لازم تتعامل مع حد يكون فاهم الابليكيشن كويس او البرودكت كويس، ليه هاي انترست وكوبريتيف كويس جدا. رابع ميثود معانا اللي هي الفايف وايز، كل ستيك هولدر بالنسبه له لما تيجي تقول له انا محتاج اعمل فيتشرز معينه ايه المهم بالنسبه لك، هيقول لك كله، بس انت لازم تيجي تتاكد هو فعلا محتاج دي محتاجها ليه. فاحنا بنعمل تريك بسيط كده ان انا بساله على كل ريكويرمنت، بساله انت محتاجها ليه، واي، ايه النيد بتاعها، واي، هيجاوب اجابه لحد ما توصل ان لو هو الكاستمر او الستيك هولدر
جاوب على 5 فويس بالنسبه لريكوايرمنت معينه، فدي بالنسبه له اكيد ليها هاي بريوريتي، لانه عنده على الاقل في دماغه حاضر في البيزنس من البيزنس نيد او البيزنس انترست، هو عنده 5 اسباب على الاقل للريكوايرمنت دي. على حسب بقى هو جاوب قد ايه من الفايف فويس وحسب اجاباته انت مقتنع بيها او شايف ان هو بيقول انا محتاجها كده وخلاص، هتقدر تحدد البريوريتي. هتشوف ايه اللي تجاوب على 5 اسئله فيه، اللي تجاوب على سؤال واحد واي واحد او اتنين، هتقدر تحدد البريوريتي. فالانسرز هنا هتريفيل اذا كانت فعلا الريكوايرمنت دي النيسيسري فعلا ولا كان بي كانسلد او بوستبون، فبتقدر تحدد من هنا. هنا احنا بنضغط على الكاستمر ان هو يفكر يطلع النيد بتاعه الانترست بتاعه هتبقى ايه على كل ريكوايرمنت، بيسيرش في البيزنس نيد بتاعه البيزنس انترست الفايده بتاعته، مش مجرد انا محتاج دي عشان تبقى في الابليكيشن او في البروجكت انا محتاج ده بدون اداء اسباب. هو شايف انه كويس حلو محتاجه، بس هل الاحتياج ده ليه بيزنس نيد ساتسفايد هيأثر على الابلكيشن او البروجكت؟ في حاله زي ما احنا قلنا، في حاله ان انا ضغطت عليه بالفايف وايز ووصلت هو جاوب على اول سؤال ومعرفش يجاوب على الباقي، فبالتالي هي مش مهمه قوي، لا ده جاوب على ال5 اسئله فبالتالي لا دي فعلا مهمه وليها هاي بريوريتي عندي، اقدر ابريتورايز على هذا الاساس.